تيانراكي تيبيخ ايفينمان تيل سونغ اورغانيزي. انفتاحا على الثقافة الأخرى، نظمت سفارة كوريا بالجزائر تظاهرة الأسبوع الثقافي الكوري للتعريف بثقافتها. دونك هي يعني تظاهرة مليحة، دونك سي لي فيستيفال كولتوري يعني كولينير، هي دائما حاجة مليحة باش نتعرفوا يعني على لي كولتور تاع لي زوطر والطبخ. لا كولتور كنت كي نقولوا لا كولتور يعني نشملوا كلش، فيها الرسم، الموسيقى، الغناء، فيها الطبخ، يعني يلون في بارتي من لا كولتور. ومن خلال إقامة الأسبوع الكوري هنا في الجزائر ككل عام، وازدهرت هذه العلاقة لتصبح علاقة جيدة، وكما ترى هنا هناك إقبال كبير للجمهور هنا. بون اون فادير 10 ans en arrière ملي بديت مع الثقافة الكورية إيتو. اي بون جي كومونسي مع لي دراما اي تو، دونك زيتي بيان سور ما كاش واحد ما شافش دراما تاع جونغو مالي جاز في الجزائر، جونغ ما كاش بديت معاها. اي بوي تو تابتي تو تابتي تو اون اوغمونتي باش نبدا نتعلم لا لونغ تاعهم. جي ماتنون 7 ans اللي تعلمت لا لونغ تاعهم واني نهضرها تخي بيان كيما هما. افتتحت السفارة نشاطها الثقافي بعرض المطبخ الكوري والذي شارك فيه العديد من المتسابقين والمتسابقات. بون لا بروميير فوا انا نشارك هنايا. بون لا بليبار بين كاين دي شيف معانا كما فين يكويزيني في دوتخ ايفانمون. بيبيم باب، بيبيم باب هو بيبيم تخلط مع الرز، باب هو الرز. بون فيه لي ليغوم كاع لو بلا از هيلثي، وفيه لي ليغوم كيما لا كورجات، الكاروت، كوكومبر، البيض، سما شغل اي واحد يقدر ياكلو، وكي ياكلو ما يسمعش. يتميز المطبخ الكوري عن غيره من المطابخ باستخدام التوابل الكورية الأصلية، فكل تابل لديه ذوق خاص يعطي نكهة خاصة، لذلك يراعى استخدامه بتوازي مع كل المكونات الأخرى. صح، باه تعرف بلي انتشرت الثقافة الكورية في الجزائر، تشوف الجزائريين عباك يطيبوا ماكلة كورية كيما هكا يطيبوها بنين، يجدوا شغل يندهشوا الكوريين بالله، باه تعرف بلي الثقافة الكورية صح دخلت للجزائر مليح وراها تنتشر مليح. بالك هذا العام لقيتوا ثلاثة ولا أربعة، العام الجاي تلقاو 10 اللي يطيبوا، وربي إن شاء الله العام الجاي أنا نكون في هذه المسابقة إن شاء الله. ليست الثقافة أن تقول شيئا جميلا، إنما أن تكون أنت النور الذي يجعل غيرك يستفيد من خير ما تملكه. Thank you.